أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون المسح على الخفين لابد يكون مسحهما معا، أو يجوز أن يمسح اليمنى أولا بيده اليمنى ثم اليسرى بيده اليسرى؟ على أي صفة مسح الخفين أجزاء، على أي صفة مسح الخفين أجزاء ذلك، ولكن الأفضل أنه يضع يده اليمنى مبلولة بالماء على رجله اليسرى وعلى رجله اليمنى، واليسرى كذلك على يده اليسرى على رجله اليسرى كذلك، ثم يمرهما من رؤوس الأصابع إلى الساقين. هذا هو الصفة الواردة. نعم.